وللحديث عن الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف من البحرين السيد بكر عطياني المختص في شؤون الجماعات المسلحة. سيد بكر أهلا وسهلا بك معنا. إذن بعد معركة دامية سقط معقل داعش في الفلبين، ما تأثير هذه الخسارة على وجود التنظيم في هذا البلد الآسيوي تحديدا؟ الحقيقة أولا ظهور تنظيم داعش في الفلبين عمره يعني أقل من سنة ونصف، وتمكنوا من خلال يعني فترة قصيرة من السيطرة على إحدى المدن في جنوب الفلبين وهي مدينة مراوي، كان يعتبر يعني مؤشر على قوته في تلك المنطقة. المعركة معركة مراوي استمرت تقريبا 4 أشهر، كان من المفترض أن يقوم الجيش الفلبيني بتحرير هذه المنطقة خلال 2 أو 3 أسابيع كما كانت تصالح قيادات الجيش. استمرت هذه المعركة 4 أشهر، لكن إذا عرفنا طبيعة التنظيم هناك وكيف أنه دائما يلجأ إلى الجبال، الجماعات المسلحة هناك في العادة تعيش في الغابات وفي الجبال، بالتالي انسحابها إلى الجبال لا يعني خسارتها، ربما يعني أنها لا زالت على قيد الحياة وأنها لا زالت تستطيع أن تكرر تجربة كهذه، ولكن هذا على المدى البعيد. ولكن على المدى القصير نستطيع أن نقول فعلا أن الجيش الفلبيني بات الآن يسيطر على تقريبا 90% من مدينة مراوي. المعركة لم تنتهي حتى الآن، لا زالت هناك مناطق تحت سيطرة تنظيم داعش، وأيضا هناك مجموعة محلية هي التي تسيطر تحديدا بإضافة إلى تنظيم داعش، تسمى مجموعة معطي، وهما أخوين عمر وعبد الله اللذان انضما لداعش. مجموعة معطي وأيضا عناصر من داعش الذين كانوا سابقا مع جماعة أبو سيف هم الذين سيطروا على المدينة خلال الأشهر الأربعة الماضية. نعم سيد بكر، مع هذا وإن لم تنتهي المعركة بحسب رأيك، إن توسعنا، هل من تأثيرات على ما تبقى من وجوده في سوريا والعراق بعد خسارة مبدئية لنقل في الفلبين؟ لا شك طبعا الذي يجري هو أن هناك خسارة، داعش يفقد الأرض ويفقد العناصر في كل ساحاته، ولكن هنا النقطة الأهم هنا أن هذه العناصر التي تغادر سوريا تحديدا وتغادر العراق، خاصة ممن هم من جنوب شرق آسيا، في معظمهم سيعودون إلى بلدانهم الأصلية وهي دول جنوب شرق آسيا، وأفضل منطقة تستطيع هذه العناصر أن تعود إليها هي جنوب الفلبين التي هناك بها تنظيم، هناك تنظيم رسمي تم الإعلان عنه هناك ويسمى بولاية الفلبين. بالتالي الخشية بأن حتى وإن نجح الجيش الفلبيني في طرد داعش من مراوي، فإن ظهور التنظيم بقوة، ربما هناك مؤشرات أنه سيظهر بقوة في جنوب شرق آسيا، من سواء من عناصر إندونيسية أو ماليزية أو فلبينية، وحتى هناك بعض العناصر من سنغافورة، فبالتالي التنظيم ربما سيعود إلى العمل بقوة في من الفلبين وفي داخل جنوب شرق آسيا، وبالتالي الجهد لن يكون فقط على الفلبين بل على كل دول منطقة جنوب شرق آسيا خاصة ماليزيا وإندونيسيا. دول جنوب شرق آسيا سيد بكر، هل هي مستعدة لمجابهة داعش إن توجه هناك؟ هو الحقيقة الآن لديه قاعدة هناك، والمعارك مراوي أثبتت أن هناك عناصر حتى من العرب قد قتلت في المعارك التي جرت خلال الأشهر الأربعة الماضية، بالتالي التنظيم يتواجد والعناصر تزداد وهناك طرق يستخدمها عبر البحر بحيث يصل إلى جنوب الفلبين، فبالتالي هذه الدول الآن تتحدث عن ربما محاولة تنسيق الجهود من أجل تحديدا ضبط الحركة في البحر، لأن كل عمليات التهريب هذه تتم عبر البحر ولا تتم عبر البر، كما تعلم هذه المناطق معظمها جزر، فبالتالي يصلون إلى ماليزيا، وماليزيا هناك طرق يستطيعوا خلالها عبر القوارب السريعة الوصول إلى جنوب الفلبين. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حدثنا عبر الهاتف من البحرين السيد بكر عطياني المختص في شؤون الجماعات المسلحة.